اسمك ايه؟ عبد العظيم. حاج عبد العظيم؟ اه. ساكن فين يا حاج عبد العظيم؟ هنا في المنيب. عندك كام سنة؟ 67. ربنا يديك الصحة. الله يخليك. احنا عاملين مسابقة عايزينك تشارك فيها معانا. انا بتاع مسابقات انا نعرف شيء فيه. يمكن تجاوب. يا راجل داخل فينا شمال ليه بس كده يا ولد عمي؟ عشان لابس الجلابيه الحته الحلوه بقى النهارده الجمعه. انت راحت الجو شكلك. راحت الجو شكلك. الله يصلح حالنا وحالك. صح كده. بص يا حاج اسالك سؤال، لو جاوبت عليه ان شاء الله تكسب. ان شاء الله. تمام. دي اسمها ايه؟ ايه دي اللي انت لابسها على دماغك؟ اسمها العمه. العمه. صح كده. عشان الناس الصغيرين اللي بيتفرجوا عليها ما يعرفوش دي اسمها ايه. لا العمه دي عشان اسمها العمه. العمه او العمامه. او العمامه. وبتتلبس فين تاني؟ ها؟ تلبس على الرقبة. على الرقبة. صح كده؟ صح؟ على الرقبة تبقى تلفيحة. تبقى تلفيحة. أيوة كده. أيوة هو يعني دكتور. ملفح بيها يعني. أيوة طيب. أيوة يا سلام. أنت خلاص بقى أنت كده جاوبت على السؤال. يا راجل. يا مسهل. أيوة ممكن أي حد يعرف إن دي اسمها عمة. لا. ولما تتحط على الرقبة اسمها تلفيحة. تلفيحة أيوة. ما حدش يعرف الكلام ده. بس يلا. بس ألف مبروك أنت كسبت. وبعد ما كسبت. بس هات كاز مصطفى. ايوه شوف بقى الحاج ده كسب ايه بقى. ايوه كسبتيه ان شاء الله. كسبت ايه صحيح؟ انا عارف. الله انت ان شاء الله تكسب. والله ما نعرف. يا رب نصلح حالنا وحالك يا رب. يا موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الف الف مبروك. يما الف الف مبروك كسبت 3000 جنيه يا حاج. ليه مره واحده كده؟ ايوه يا حاج اتفضل يا حاج. يعني حلال دول. ايوه حاج والله حلال. الله يرضى عليك يا شيخ. الله يبارك لك. الله يكرمك. والله ملحوظه ده ما اعرف ايه كيف الكلام دي. ده انا ما بضل معي 5 دينار حد ب 400 عرض. ربنا يبارك لك يا حاج. حلال يا ولد احمد. والله العظيم حلال يا حاج. حلال يا ولد احمد. جزاك الله خير. ناخدهم يا حاج. ايوه حاج خدهم يا حاج. الله يرضى عليك. هو يا حاج احنا ربنا بعتنا ليه؟ الحمد لله. بس سالناك السؤال وانت جاوبت على السؤال صح؟ صح حاج. انا خايف لا يكون فيهم حرمانيه ولا حاجه. حرمانيه؟ لا يكون فيهم حاجه حرام. نجيبها منين بعديها؟ مالك بس يا حاج؟ مالك؟ خد يا مصطفى. مالك بس يا حاج؟ حاجة والله.